يعني شفنا المؤتمر الصحفي في رئيس مجلس الأمة اليوم، وهذه عادته في كل بداية مجلس: أنا تحت أمركم وعندي مشكلة في التعاون واللي تبونه، لكن بطبيع ما يخلي طبعه، وندري أنك تلعب على عامل الوقت، لكنك مرفوض شعبيا، لن يقبل الشعب باستمرارك ولا باستمرار مجلسك ولا باستمرار الحاشية اللي معاك اللي صفقوا لك. هذا الأمر انتهى، لا رغبة شعبية ولا رغبة حتى من القيادة السياسية. فلذلك مخادعاتك ولعبك على وتر الوقت، وانه والله يا شعب الكويت، وانه الشعب اعطاك 10 سنين مستلم الرئاسة، انت لم تعد بإرادة شعبية، انت رجعت بإرادة المحكمة، بحكم المحكمة اللي ألغى الإرادة الشعبية. ولا الإرادة الشعبية، لا انت ولا ربعك اللي صافين معاك اليوم في مكتب المجلس يقدرون يتكلمون كلمة واحدة: الإرادة الشعبية ألغتكم وطردتكم برا. 10 سنين قوانين سواد وجه، قوانين ضد الشعب، لا من جانب حريات ولا قوانين شعبوية، والبلد الفساد طالع على الشوارع طافح. وتبي بعد فرصة؟ اللي ما حققها خلال الفترة هذه، بحق الفترة اللي طافت 10 سنين، وانت تدير البلد كلها وكل الناس يدرون، رئيس الحكومة تحتك والبرلمان تملكه، ما شفنا منك إلا الشر والسوء للبلد وأهلها. كل القوانين أغلبها اللي صدرتها قوانين سيئة في حق الشعب وحق البلد، ولا فاسد تحاسب. واللي حولك بعضهم مرتزقة ومرتشين،